السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين. فيديو اليوم جولة يا إخوة في جزيرة بالي، الجزيرة الجميلة. طبعا نحن الآن متجهين إلى منطقة كوتا، أو نحن الآن في منطقة كوتا، دخلنا منطقة كوتا، المنطقة المشهورة طبعا في بالي. نحاول ناخذ بكم جولة تكتشفوا يعني شوارع بالي وأزقة بالي. كما تشوفوا يا إخوة، محلات، سوبر ماركات، يعني في كل خدمات للسياح، ولكن في الليل يختلف الوضع يا إخوة. وما أنصحكم تشوفوا الوضع في الليل، لأن كلها تصبح يعني رقص وخمور، وأنتم عارفين هذا الشيء. هكذا هي بالي. طبعا بالي ليست كلها هكذا، في مناطق تكون نظيفة يا إخوة تمام، وتصلح حتى للعائلات، ولكن ليست في هذه المناطق. فقط حبيتكم تأخذوا فكرة يا إخوة عن الوضع، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. تشاركوا هذا الفيديو مع أخوانكم، واشتركوا في القناة، واعطونا أقوى لايك يا إخوة. طبعا الطقس حار في جزيرة بالي يا إخوة. بعدين كذلك نروحوا للشاطئ، خليكم معانا تكتشفوا الشاطئ. طبعا فيها كثير من الشواطئ، ولكن اليوم راح نوديكم شاطئ منطقة كوتا. معظم السياح اللي موجودين في بالي هم أوروبيين يا إخوة، أو من أستراليا أو من روسيا. يعني نادر تجد سائح مثلا من دولة عربية. يعني عادة الأخوة الخليجيين العرب يعني يكونوا متواجدين في منطقة بونشاك، الجبل الأخضر، أو جاكرتا أو بوغور، مناطق هذه يعني، باندون كذلك. أما بالي معظم السياح من جنسيات أوروبية، يعني روس، ألمان، فرنسيين. نعم. طبعا كما تشوفوا كافيهات يا إخوة، مطاعم، أكلات أوروبية، أكلات متنوعة، أكل إيطالي، أكل فرنسي، يعني مطاعم متنوعة جدا هنا في بالي. طبعا هذا هو البحر يا إخوة، شاطئ البحر، منطقة كوتا. طبعا هذا اللي أمامي الآن هو البحر تمام. هذا هو البحر يا إخوة. بعدين كذلك ندخلوا نكتشفوه. هذا الشارع معروف. الشاطئ نظيفة يا إخوة، بعدين نشوفوا إن شاء الله نكتشفوا أكثر. وهذه كما تشوفوا كلها كافيهات، يعني فنادق، مطاعم، كل شيء متوفر يا إخوة في هذه الجزيرة. أكل متنوع، ملابس، يا
ولكن انتبهوا يا أخوة في موضوع الأكل في جزيرة بالي، لأن معظم المطاعم تقدم أكل الخنزير والأكل غير حلال طبعا، ولكن في بعض المطاعم يكون أكلها حلال، ولكن انتبهوا يعني ما تأكلوش يعني في أي مكان، يعني لأن معظم المطاعم يا أخوة بالأخص في المناطق هذه اللي فيها الأوروبيين أكلهم يكون غير حلال يعني. فأنا مرة يا أخوة كنت في بالي طلبت سباجيتي تمام، ونسيت موضوع الخنزير هذا راح من بالي. أعتقد يعني أنتم عارفين أندونيسيا معظم الأكل حلال، فأعتقدت يعني كأي منطقة أخرى في أندونيسيا دائما أطلب أكل وبسم الله يعني الأكل يكون حلال. بعد ما كملت الصحن يا أخوة اتضح أن السباجيتي هذه فيها شرائح الخنزير، وأنا أعتقدتها لحم يعني. سبحان الله يعني كان طعمها عادي، ما حسيت بأي شيء سبحان الله. يا ننتي كتاب علينا فأخوكم أكل الخنزير بالخطأ يا أخوة، الله مستعان. انتبهوا بالفعل، انتبهوا موضوع الأكل إذا كان عندكم زيارة البادي يا أخوة. الآن راح ندخلوا الشارع من أهم الشوارع اللي موجودة في منطقة كوتا. هذا الشارع في الليل يصبح وضعه مختلف يا أخوة، يعني كما ذكرت لكم كافيهات ورقص وما شابه ذلك. هذا هو الشارع يا أخوة، هذا يعتبر من الشارع من الشوارع المهمة منطقة كوتا جزيرة بالي طبعا. يكون مزدحم جدا يا أخوة، وهكذا هي جزيرة بالي. طبعا في عدة مناطق سياحية في هذه الجزيرة نحاول نغطيها خلال فترتي هنا قبل ما أواصل رحلتي إن شاء الله، نغطي لكم إن شاء الله الأجواء في هذه الجزيرة. المكان هذا يا أخوة، لحظة بس أوريكم مكان. المكان هذا يا أخوة اللي تشوفوا فيه الآن، هذا المكان يا أخوة صار فيه انفجار سنة 2000 توم برابر، ها سنة أكتب لكم السنة والله نسيت، صار فيه انفجار هذا المكان وسبب عديد من الضحايا في هذا هذه المنطقة بالتحديد، وماتوا كثير من السياح سنة 2002 يا أخوة 2002، وأكثر ناس فئة ضرت فئة السياح الأستراليين، يعني كان في شخص فجر نفسه الله مستعان يا أخوة. هذا هو المكان الآن أصبح مثل يعني المكان التاريخي، يعني يسوون له يعني نافورة وما شابه ذلك.
طيب يا اخي نوريكم شاطئ البحر اللي مرينا عليه قبل شوي. قبل شوي مرينا عليه بس وحاولوا ندخلوه نكتشفوه حتى تاخذوا عليه فكرة. طبعا شاطئ منطقة كوتا. انا دخلوا من هذا الباب. طبعا الدخول مجاني يا اخوة بدون اي رسوم. طبعا الشاطئ يا اخوة انا ذي كل الاماكن. ايتو ارن ارن هذا هو الشاطئ يا اخو ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندهم هذه الكراسي اجراء هذه يا اخوة اجراء طبعا مع المظلة. ما شاء الله يا اخوة مكان جميل طبعا. طيب يا اخوة نشوفكم على خير. وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعم الفيديو واشتركوا في القناة واعطونا اقوى لايك. قابلوا فيديوهات جديدة ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.